شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. شوط سريع وممتع ينتهي بالتعادل الإيجابي بين الأهلي والزمالك 1-1. أحرز النادي الأهلي من مجهود فردي المهاجم حسام عادل في الدقيقة 6 من بداية اللقاء. وفي الدقيقة 20 يتعادل نادي الزمالك عن طريق اللاعب عبد الحليم أحمد من تمريرة من اللاعب زياد أحمد مهاجم نادي الزمالك، لينتهي الشوط الأول في قمة الشباب بين الأهلي والزمالك بالتعادل إيجابي 1-1. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل التحليل الفني مع الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت. أهلا بحضراتكم من جديد كابتن حشيش. شوط أول سريع وممتع، كان ممكن النادي الأهلي يكسب فيه لكن انتهى بالتعادل إيجابي. شايف الشوط الأول إزاي؟ شافه غير متوقع من النادي الأهلي طبعا، كان الاستحواذ وكان الضغط من ناحية نادي الزمالك، بنتكلم على أول تقريبا 10 دقايق، والغريبة أن هدف الأهلي جه في وسط ضغط نادي الزمالك. كرة طويلة من المساكين، مجهود فردي، طبعا حسام عادل أحرز الهدف. تاني الزمالك استحوذ تاني، ومن الكرة برضو كررت كذا مرة اللي بيلعبوا عليها اللي هي ما بين ده أخطر لعيب نادي الزمالك رقم 17. أيوة. هاني ياسر طبعا الكره دي اتكررت كتير ما بين طبعا الباك الشمال محمد رضا ويوسف اسلام، اتلعبت اكتر من كره خطيره الحقيقه، يعني جه منها الهدف. بعدها النادي الاهلي ابتدى يستحوذ بس ما استغلش برده الهجمات بتاعته، في تحس ان في برده عدم توظيف جيد لبعض المراكز وباينه قوي في نص الملعب. تعرفش مين اللي بيستنى ومين اللي بيهاجم، يعني في عشوائيه كده في وسط الملعب بتلعب. كمان في برضو حسام عادل، يعني لعيب كويس ومتحرك ونشيط وكل حاجه، بس يعني بيمسك الكوره، بيستحوذ على الكوره كتير ويمسك الكوره كتير. لو حاول يلعب لزمايله ويلعب اسرع من كده هيفيد. ممكن النادي الاهلي على فكره يطلع بسكور كبير ويكسب، بس يستغل الكور يستغل الهجمات ويبقى في تركيز اكتر في الهجمات. لازم يبقى في بعض التغييرات برضو عندنا، يعني هشام مصطفى برضو انا مش عارف برضو مركزه ايه، يعني هل بيلعب ناحيه الشمال وابراهيم عادل بيغير معاه، يعني برضو في زي ما بقول لك في عدم انضباط شويه تكتيكي في وسط الملعب وفي الحته الهجوميه. نامل ان يبقى في تغييرات على الاقل، يبقى في توضيح وفي كلام مع بعض اللعيبه لتثبيت المراكز. يعني دكتور ثابت، في استعجال شويه من لعيبه النادي الاهلي في البدايه بعد ما احرزوا الهدف، حسوا ان المباراه سهله، لكن بيرجع نادي الزمالك بهدف التعادل. المباراه في الشوط الثاني ممكن النادي الاهلي يزيد، يعني يضيف اهداف تانية. ايه اللي ممكن يعمله الكابتن سيد غريب علشان يقدر يضيف اهداف تانية خلال الشوط الثاني؟ تمام، انا في البدايه بس عندي اول ثلاث تعليقات كده على الشوط الاول. اتفضل. الشوط الاول اول حاجه مارسيل كولر، حضور مارسيل كولر طبعا حاضر مباراه النهارده مع ميشيل يانكوني، مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مع اعضاء الجهاز الفني. وطبعا دي يعني خطوه، دايما مارسيل كولر بيتابع مباريات الناشئين اهلي وزمالك، وشفناه قبل كده في مباراه الشباب حتى في السن الصغير ده، شفناه في 2005 والنهارده في مباراه 2006. اول حاجه مارسيل كولر ده مدرب انا شفته حاضر مباراه 2001، مباراه 2005، مباراه 2006. ده مدرب مش جاي ياكل عيش من الاخر. مدرب فريق اول مركز، ما انا مش جاي النهارده انا كان ممكن يقول لك انا هقعد في البيت، انا اللي خليني عنده ماتش المحله يوم الاربعاء. النهارده بنشوفه في كل المباريات، فده مدرب من الاخر كده مش جاي ياكل عيش بالنسبه لمارسيل كولر. ده اول نقطه. النقطة الثانية بالنسبة لحكم المباراة، أنا حاسس إن الحكم ناسي الكروت الصفراء. النهاردة بصراحة، أنا أول لعبة اللي فيه خناقة ما بين اتنين لعيبة، المفروض أطلع إنذار وإنذار حتى في أخوف اللعيبة في البداية كده. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية في آخر الماتش في فاول واضح جدا في الدقيقة 45 لعمر كامل وفي إنذار، يعني فين الكروت الصفراء؟ ما شفناش كروت صفراء خالص طوال الشوط الأول. النقطة الثالثة بالنسبة لفريق النادي الأهلي، أنا شايف إن في توظيف سيء لبعض اللاعبين من النادي الأهلي هو اللي مأثر على الفرقة. أنت فرقتك النادي الأهلي أعلى بكتير فنيا من نادي الزمالك. زي مين من اللعيبة ممكن نشوف يعني تتغير في الشوط الثاني مراكزها تتغير؟ يوسف إسلام يا كابتن أسامة توظيفه في الحتة دي، نادي الزمالك بيلعب على لعبة واحدة وهي التمرير الطولي في ظهر يوسف إسلام. يوسف إسلام في بداية الاستوديو يا دكتور لما قلت يوسف إسلام الأفضل يكون لاعب خط وسط، وريسك ان انا ممكن العبه مساك. النهارده توظيف يوسف اسلام كمساك ده ريسك، النادي الزمالك بيلعب عليه، فانا المفروض اعمل ايه؟ اطلع يوسف اسلام
في حتته ملعب. نص ملعب في مركزه ونزل مثلا المساك في الاحتياطي مازن موجود أحمد. مازن احمد انزله كمساك جنب احمد عبدين لان في زي ما كابتن محمد قال في عشوائيه في وسط الملعب. انت النهارده بادئ بمحمد احمد شهاب بيزيد تحت، يعني هو بيعتبر بيلعب 4-2-3-1. محمد احمد شهاب هو صانع الالعاب وهشام مصطفى بيتحول كوينج شمال وعمر سيد معوض كان لقطه الجهاز الفني والناس كلها متواجده ومدربين القطاع كمان. فانت عندك مشكله في توظيف اللعيبه، لازم الشوط الثاني يوسف اسلام لعيب كورته حلوه جدا، يوسف اسلام لازم يتزق لقدام شويه، اللي هو لعيب الارتكاز اللي هو الاشول استغله. ابراهيم عادل جنب يوسف محمد الجندي، ابراهيم عادل من احسن اللعيبه اللي بتلعب لعيب حر، يعني بيجي من ورا، انا لما احط ورا في مركز ستة جنب الاثنين الارتكاز، لا انا كده وظفت يوسف اسلام مش حلو، وظفت ابراهيم عادل مش مستغل قدراتهم. انا زق يوسف اسلام قدام، الحاجه الثانيه ابراهيم عادل اقدر ازقه قدام. انا مش شايف اي دور لمحمد مارسيل كولر وهو بيتابع المباراه. اتفضل يا دكتور سيد. مش شايف اي دور لمحمد احمد شهاب. انا ممكن استغل الاوراق، كذلك الباك ليفت اللي هو محمد رضا. طبعا مارسيل كولر اللي اتكلمت عليه اللي انا قلت بعباره كده انه الراجل ده مش جاي ياكل عيش، شفناه في مباراه 2001، شفناه في مباراه 2005، شفناه في مباراه 2006، رغم ان المباراه مذاعه الا انه هو مصر على حضور المباراه. هو وميشيل يانكون، هو محلل الاداء، هو كابتن سيد عبد الحفيظ الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي بالكامل حاضر مباراه القطاع عشان يتابع، ممكن النهارده يكتشف لاعب زي ما بنشوف في كاس العالم جافي وبدري وموسيا جمال موسيالا في المانيا. اهداف الشوط الاول اهداف حلوه واهداف ملعوبه، يا ريت مخرجنا شوارب يعرض لنا الاهداف علشان نشوف ونتابع ونحلل مع الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت. الهدف الاول لحسام عادل هدف من مجهود فردي، كره طويله من الديفنس، كره طويله هو استغل طبعا القوه والسرعه وحط المدافع في ظهره وبص طبعا على الجون وحطها في طبعا في الزاويه البعيده، وده موجود في اللعيبه ابراهيم عادل عاديه يعني. ده جون لا احنا كنا قاعدين بندور احنا قاعدين بندور مين اللي لعب، هو اللي عامل التمريره الطويله لحسام بالظبط كده يعني حطته للكره كمان بشماله. في كره جات له بعديها يعني كان المفروض يلعبها بشماله، انت بتتفرج على كابتن حشيش قلت لا كان لازم يعملها زي كره الهدف، هو حب يحطها باليمين، هو كان لازم يسيبها اما تنزل على شماله ايوه ويلعبها حطها زي دي بالظبط زي الجون بالظبط وفي نفس الحته وفي نفس الحته صعبه لحارس المرمى. الفرصه دي كانت يعني في الدقيقه 20 برضو نفس الكره دي، كان لازم يوسع نفسه شويه ويحطها يعني يبعدها عن المدافع يعني. هدف نادي الزمالك عايزين نشوف الخطا فين اللي اشار اليه الدكتور احمد ثابت في التمركز خاصه في ناحيه الشمال للنادي الاهلي عشان نخلي بالنا الشوط التاني. ده الهدف وقف ثانيه واحده هنا بص هنا يوسف اسلام، هنا التمركز فيه مساحات كبيره جدا ما بين الباك ليفت والمساكين. ليه؟ لان يوسف اسلام انا ما بحطه في مركز المساك انا ظالمه، هو كورته حلوه بيحضر من تحت ملعب. هو وسط ملعب، هو انت كده عنده مشكله في البطء. في كمان حاجه احمد هنا بص التوزيع المدافعين هنا ترحيب. في الكره دي لازم ترحيب. الكره الناحيه دي خالص ناحيه اليمين عند الخط صح المساك الثاني لازم يغطي ورا احمد عبدين لازم يزق مع يوسف اسلام لازم يزق شويه لان كان غطى على دي، وفي نفس الوقت برده الباك رايت يرحل كمان مفيش ضغط يا كابتن محمد. لعيب مميز رقم 17 في نادي الزمالك، احسن لعيب في نادي الزمالك هاني ياسر، ده اللي لفت نظره عامل زي ايمن حفني كده. عمر كامل لا يسأل عن الهدف، تصدى ليها في الكره الاولانيه طبعا وقدم مباراه في الشوط هايل. عمر كامل عنده ثقه وبيطلع فيه الكره يعني حضرتك. السؤال برضو السؤال الراجل اللي احرز الهدف ده واقف لوحده في ال 18، اثنين مغطيين في الجون عندنا وهو واقف في ال 18 ومفيش اي حاجه خالص، يعني خطا دفاعي كبير جدا في الحته دي يعني ما نشوفها تاني. بص المساك الناحيه دي هنا والاثنين في الجون وبص لعيبه مصر لسه راجع ده بالظبط براحته 18، يوسف الجندي راجع متاخر قوي الراجل لوحده خالص. بص يا اسامه تاني بص الراجل بص فين لوحده يعني طبعا ده ممكن اخيرا عشان هنروح لفاصل. دكتور ثابت الاوراق الرابحه بره على الدكه ممكن اللي يعملها او يغيرها كابتن سيد غريب عشان نشوف يعني النادي الاهلي يكسب الشوط الثاني. يعني وجهه نظري يوسف اسلام يطلع في وسط الملعب ينزل مساك زي ما حضرتك قلت مازن احمد ممكن العب بعمر زكريا كباك ليفت زي ما كنا بنشوف السنه اللي فاتت، ممكن عمر زكريا يتوظف كباك ليفت رغم ان هو باك رايت، بس انا ممكن على عدلته لان هو وعندي برضو فارس احمد ده باك ليفت يعني ممكن انزل باك ليفت لان الباك ليفت عندنا بتحس ان الجبهه اليمنى هي اللي شغاله اكتر فممكن كذلك برضو وجود عبد الرحمن هشام محمد شريف احاول ادعم الحته الاماميه تمام كل اتفضل في نقطه برضو اخيره حسام عادل
رايح على طول لعب كله من ناحيه الشمال ما بيروحش خالص لو هو بيتحرك بقى يمين وشمال، وفي نفس الوقت عمر سيد معوض على طول على الخط لو دخل لجوه برده وفي العمق ممكن يعمل خلخله جامده عشان برده احنا ما شفناش الباك رايت طلع في اي كوره يعني. كل التوفيق ان شاء الله للاعبي فريق 2006، بالتوفيق ان شاء الله في الشوط الثاني ويقدروا يحسموا قمه الاهلي والزمالك. نروح لفاصل، وبعد الفاصل معلقنا المتميز تامر عبد السلام، ونشوف حضراتكم ان شاء الله بعد نهايه اللقاء.